تتجه الأنظار مع بداية كل شهر هجري وبخاصة شهر رمضان المبارك إلى موضوع الهلال، ويسود بين المؤمنين جو من الاضطراب نتيجة الخلاف الحاصل في تحديد أول أيام الشهر وكذلك أول أيام العيد. وما رد ذلك الاختلاف والاضطراب رؤية الهلال بين الشرع وعلم الفلك؟ فيبدو الأمر وكأنه خلاف بين الدين والعلم، ولكن ما حقيقة هذا الاختلاف العلمية والشرعية؟ وهل يمكن حل هذا الاختلاف؟ رؤية الهلال بين الشرع والفلك وأسئلة حملناها إلى كل من فضيلة الشيخ قاسم المصري والدكتور يحيى الشامي علنا نصل إلى حل هذا الإشكال. فماذا يقول العلم وما هو الرأي الشرعي في موضوع الهلال؟ ذكر لنا ضيفين الكريمين في الجزء الأول نظرة موجزة حول علم الفلك ونظرة الدين إليه، وكذلك عرفنا معنى الهلال وطرق إثباته ورؤيته. وفي هذا الجزء سنحاول أن نضيء أكثر على الجوانب العلمية ووجهة النظر الشرعية في ثبوت الهلال، ومن هنا نبدأ. لا شك ولا ريب أن الدين تيسير للإنسان، وكل أحكام الدين قائمة على المصالح والمفاسد في متعلقاتها لأجل مصلحة الإنسان ولأجل منفعة الإنسان ولأجل سعادة الإنسان. ولكن أنا أسأل، يعني عندي حل وعندي نقض. السؤال الأول هو النقض: إذا كان الدين تيسير على الإنسان، كيف يمكن لنا أن يكلفنا بشيء لا يدركه إلا القليل من الناس؟ أيمكن أن يكلف عامة الناس 6 مليار إنسان بميقات لا يعرف هذا الميقات إلا 100,000 مثلا أو 50,000 أو 90,000؟ يعني يمكن أن نأتي إلى بلد مثل هذه البلد عدد سكانها مثلا 3 مليون، قد يكون 1 أو 2 ممن هو نفس الحاكم الشرعي لا يكون قوله حجة إلا إذا استند إلى بينة في ذلك. يعني ذلك أن الاستحسان وكل الأشياء الأخرى هي ليست دليل. فمثلا إذا كان الشارع المقدس بده يعتبر أن إثبات الهلال يكون بحسب الحسابات الفلكية، من الذي يحسب الحسابات الفلكية؟ كم شخص في مجتمع مثل هذا المجتمع؟ أشخاص محدودين وقلائل. هذا الإنسان في الصحراء، وهذا الإنسان في البستان، وهذا الإنسان في الجبل، وهذا الإنسان في أماكن أخرى، هذا لا يتسنى له المعرفة بيوم ويومين وثلاثة وأربعة حتى يصل إلى المكان الآخر فيسأل عنه حتى يعرف متى بداية الشهر ومتى نهاية الشهر. هو لا يتسنى له البعيد عن الفلكي إلا أحد أمرين: إما العد وإما الرؤية. فالتيسير هو الذي دل عليه الشارع المقدس أن إذا رأيت الهلال فصم، إن لم ترى الهلال فلا تصم، أو إذا مر 30 يوم من الشهر الماضي فصم. هذا التيسير الذي يتسنى لكل إنسان. أما لو كلفنا بالفلكي فهو التعسير، لكنا ضائعين كيف يمكن لكل إنسان أن يصل إلى الفلكي. هلا تقول الآن الأمور سهلة، الأمور سهلة في الوصول إلى الفلكي عند بعض الناس، أما عامة الناس كيف لها أن تصل إلى الفلكي؟ هذا الإنسان الذي يعيش، هذا البدوي الذي يعيش في الصحراء كيف يصل إلى الفلكي وقد لا يقرأ ولا يكتب؟ أما لو قلت له إذا رأيت الهلال فصم، من أيسر الطرق وأهون الطرق، وهو يعيش الصحراء في كل يوم يرى الهلال صعودا ونزولا ويعرف منازل الهلال كاملة، لأنه في كل يوم يشاهد الهلال فيوجد علاقة بينه وبين الهلال. فيكون لو كانت فقط الرؤية هي المدار لكانت أيسر على عامة الناس، والتكليف هذا الصيام والحج لعامة الناس، ليس تكليف لخواص الناس، ليس تكليف للعلماء فحسب، ولا تكليف للفلكيين فحسب، ولا تكليف للمتعلمين في الجامعات فحسب،
هو تكليف لعامة الناس، جاهل وعالم كبير وصغير لعامة الناس، وسهل الشارع الطريق إلى أبعد الحدود. إن لم تره فاسأل أقرب الناس لإلك، فإن شهدوا عندك برؤية الهلال فصم، وإن لم يشهدوا عد 30 يوم. وإذا جاءك شخص من بلد آخر شهدوا 2 عدول شهدوا برؤية الهلال فاقضي ذاك اليوم ولا شيء عليك إذا كنت قد صمت 29 يوم. إذن الشارع يسر، قولنا أن الفلكي تيسير لا، ليس بذلك. ثم ليس الكلام في الاستحسان، يعني افترض أنا أميل إلى قول الفلكي لأنني عندي بعض الشيء مثلا من الفلك، فلا يكون المدار رأيي، المدار بحسب ظاهر الدليل الشرعي، وظاهر الدليل الشرعي قطعا هو ظاهر على خلاف ذلك إن لم يكن نص على خلاف ذلك. وللقائلين بأن علم الفلك لم يكن له وجود أو حيثية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، نحن موضوعيون، هناك رؤية موضوعية وهناك رؤية طريقية. طريقية أي أن هذه الأحاديث التي وردت إن هي إلا طرق وعلامات للاهتداء إلى ولادة الهلال. نحن لا نأخذ بهذا الرأي، نأخذ بالرأي الآخر، لأنه ليس ثمة من قرينة، وإلا لو كان هناك قرينة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صوموا لولادته وأفطروا لولادته. وكان هناك جداول فلكية في عهد النبي تحدد متى يولد الشهر، هلال شهر كذا وهلال شهر كذا، قال صوموا للرؤية وأفطروا الرؤية. فنحن ملزمون باتباع النص الحديثي الصارم الذي لم يقيده قيد آخر. أهل البيت كانوا أكثر الناس على وجه الأرض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم معرفة في علم الفلك في كل أسبابه. حتى في معركة الخوارج قال أحدهم لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه: لا تخرج هذه الليلة، لأنك لو خرجت هذه الليلة لا تفوز، لأن القمر، ذكر له المشتري وكذا. فقال له مضمون الحديث: المشتري كوكبي وأنا عالم به، مضمون الحديث، وإني خارج الليلة ولن ينجو منهم 10 ولن يقتل منا 10. وكان كما قال. وبالتالي علم الفلك حقيقة من زمن النبي داود سلام الله عليه كان موجودا وبكثرة وبقوة، ويعلمون الناس بعض الحوادث التي تقع في الأرض من بسبب علم الفلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الأعلم على الإطلاق في هذا العلم، وهم العارفون في هذا العلم بكل تفاصيله، ومع ذلك لم يأمرونا ولم يعملوا هم بأنفسهم في ذلك. ففي رواية أمير المؤمنين في حكمه في الهلال قال: أحكم بينكم برؤية الشاهدين العادلين المرضيين. وبالتالي حدد طريقا لحكمه، مضمون الحديث حدد طريقا لحكمه أنه لا يحكم إلا بشهادة العدلين المرضيين في ثبوت الهلال. وبالتالي هذا العلم كان موجودا ومتوفرا. لنقرأ علم الفلك، من الذي حسب هذه الحسابات؟ كثير من العلوم كانت موجودة قبل الإسلام بعلم الفلك، بل كانت في الأديان السابقة. إذن الآن لسنا بأحسن حال مما كانوا عليه، بل كانوا على مستوى الفلك. النسبة الكبيرة هم يعملون بالفلك ويدرسون علم الفلك ويتقوون في علم الفلك في حروبهم وتصرفاتهم وأفعالهم، وكان علم شائع في ذاك الوقت، وليس هذا علم جديد ابتكر أمس وأول أمس. ومع ذلك كان من الحري في الشارع المقدس لو أراده دليلا على موضوعات أحكامه أن يجعله طريقا لموضوعات أحكامه أو موضوعا لأحكامه. وكان حديث حول الجداول الفلكية وما يراه الدين من حجة في ثبوت الهلال، سواء بالرؤية المجردة أو المسلحة، والرد على من يقول
بالرؤية العقلية. الهلال يكبر شيئا فشيئا حتى يكون بدرا كما قلنا. هذا النمو، نمو الهلال ليلة بعد ليلة، يقال له منزلة. هذه المنزلة هي ارتفاع الهلال ليلة بعد ليلة باتجاه الشرق. ففي الليلة الأولى لنفترض أن عمره كان 30 دقيقة فوق الأفق، مر 30 دقيقة وغاب الهلال وراء الأفق. في الليلة الثانية يكبر أكثر فأكثر، وهكذا. قدر علماؤنا عبر التاريخ بأن معدل ارتفاع أو تأخر أو تراجع الهلال ليلة بعد ليلة 45 دقيقة أو 40 دقيقة. صحيح هذا معدل عام، ولكن قد تفاجأ بأنه قد يكون الزمن أو الفترة الزمنية التي تفصل بين ولادة الهلال وبين الليلة الثانية قد تكون 20 دقيقة، ثم تنط أو تقفز إلى 90 دقيقة. وقد أثبت ذلك، أثبتنا ذلك عن طريق المراقبة. وجزى الله خيرا أحد الأصدقاء إبراهيم النمر الذي راقب هلال شهر رمضان الذي وافق بعشرين نيسان 1989، راقب ولادة الهلال حتى نهايته ليلة بعد ليلة. وبالصدفة سخر الله أن تكون السماء في ذلك الشهر كله أن تكون صافية، يعني لم يعترضها لا غبار ولا غيم، وراح يراقب من مكان ثابت لحظة فلحظة ودقيقة فدقيقة. وإن تفاجأ فتفاجأ بهذه المعدلات، ولن أسردها عليك كثيرا. في الليلة الأولى من تلك المراقبة كان عمر القمر 38 دقيقة. في الليلة الثانية زد 71 دقيقة على 38 دقيقة. ومن هنا يقع اللبس والوهم عند جماعتنا عندما يقول الشارع بأنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان أو لم تثبت رؤية هلال الصوم، بدء الصوم. فلنبقى في العيد، لأن العيد أقرب إلى أذهان العامة. عندما يحكم الشارع بأن العيد ليس اليوم بل هو غد، ويحكم آخر بأن العيد اليوم، وتقع الواقعة. كيف تقع الواقعة؟ يأتي اليوم الثاني وهو نهار العيد، ويلاحظ الناس أن الهلال يرى ما شاء الله مرتفع جدا، فيقوم اللغة وتأخذ الألسنة بالأقاويل ويقولون: أرأيتم كيف أن العيد كان بالأمس وليس اليوم؟ وقد فاتهم أن هذا القمر في الليلة الثانية زاد 71 دقيقة، يعني ساعة و11 دقيقة عن 26 دقيقة الأولى التي كانت في الليلة الفائتة. ومن هنا يقع اللبس. القطع واليقين حجة في ذاته، فكل من قطع وأيقن في شيء معين يكون حجة عليه بحسب يقينه. الشارع المقدس لم يعتبر يقينك في ولادة الهلال وخروجه عن المحاق موضوعا لحكمه. فلو اعتبر الشارع المقدس يقينك في خروج القمر عن المحاق، يعني الذي تسمى ولادة القمر، لو اعتبر موضوع الحكم هكذا، فكان كل صاحب حساب ومن هو قريب من صاحب الحساب يوقن أن القمر قد خرج الساعة الفلانية عن المحاق. أنت قد تجعل موضوع الحكم الشرعي هذا، الشارع لم يجعله هذا، جعل الشارع المقدس موضوع الحكم الشرعي رؤياك للهلال، والهلال جعله ليس الولادة، الهلال. يسمى ولادة الهلال إذا رؤي، إذا لم يرى هو ولادة خروج القمر عن المحاق، تسمى ولادة القمر عمليا. والتسمية بالهلال هي مجاز في الساعة 12 ليلا مثلا، أو الساعة الثانية ليلا إذا خرج عن المحاق، مجاز تسمى هلال. الهلال هو المقدار المبان من القمر بعد غروب الشمس، هذا يسمى هلال. الأهلة مواقيت للناس، يعني هذا المقدار. أنت تفترض موضوعا آخر وليس الموضوع الذي فرضه الحكم الشرعي. وبالتالي لو قطع الإنسان بثبوت الهلال وليس بولادة القمر
عمليا بثبوت الهلال بسبب من الأسباب قطعه حجة عليه وليس ملزم للآخرين، لأنه لا مجال للنفي عن القطع. في مثال ذلك، لو أتاني شخص يسمى زيد، أنا كان عندي شك في رؤية الهلال لنفترض، أتاني شخص أو شخصين شهدوا عندي برؤية الهلال وكانت شهادتهم عندي توجب عندي القطع واليقين، إلا أن الحاكم الشرعي أو سائر الناس الموجودين لا يثقون بهؤلاء، قطعي حجة علي فأنا أصوم على شهادتهم، بس أنت الذي لم تثبت عندك هذه الشهادة والحاكم الشرعي إذا لم تثبت عنده هذه الشهادة هو لا يصوم ولا يجوز له أن يحكم. فقطعك بثبوت الهلال ليس بخروجه عن المحاق حجة عليك. مثال ذلك، لو رأيت أنا الهلال قطعت بوجود الهلال حجة علي، أنت ما لم تثبت عندك بشاهدين عادلين لا يجوز لك الصيام، وبالتالي من قطع برؤية الهلال حجة عليه، أما من لم يقطع برؤية الهلال لا تكون حجة عليه. تقول إذا هو ميقات للناس فاختلف الميقات عمليا، صح ولا لا؟ اختلاف الميقات بهذا المقدار، أن واحد رأى دون سائر الناس ولا يكون حجة على الناس، هذا لا يسمى اختلاف. وبالتالي الشريعة قال إذا ثبت عندك بيوم من الأيام أنهم فعلا كانوا قد رأوا فصم، أقضي ذاك اليوم. هذا منتهى التخفيف من الشارع المقدس على المكلفين، ومنتهى الوضوح ومنتهى البيان. إلا أن استحساننا وآراؤنا وأفكارنا في مقابل الشرع المقدس هو الذي جعل هذا الخلط في مسألة الهلال. بالنسبة لولادة الهلال، ليس هناك من قائل يقول بأن الهلال يورى ساعة ولادته، حتى بالمنظار الراديوي الذي هو أرقى من المنظار المرقاب العادي، ليس هناك من يثبت بأن الهلال يرى ساعة ولادته. يعني هناك آراء متعددة، وهناك دراسات، وهناك إحصاءات، هناك رؤيتين، رؤية بالعين المجردة، رؤية بواسطة، يعني بالواسطة بالمرقاب. الرؤية بالعين المجردة قلت لك بأن هناك عالمين أو راصدين اثنين تمكنا من أن يحددا الوقت اللازم لرؤية الهلال بعد ولادته. أحدهما من؟ جوليوس سميدت، سنة 1871، الذي توصل أو استطاع أن يرى بالعين المجردة هلال الشهر بعد مرور كم؟ 15 ساعة و24 دقيقة. جاء بعده جون بيير سنة 1990، أنقص هذا الوقت إلى أن يكون 14 ساعة و48 دقيقة. كم مكث الهلال في هذا الرصد؟ مكث 48 دقيقة. هذا فيما يتعلق بالعين المجردة، ولا يعني هذا أن الآخرين يتمكنون من هذه الرؤية، لأن هذا يحتاج إلى رصد وإلى قوة ملاحظة وإلى اصطفاء المكان المعين وإلى تتبع المنزلة لحظة بلحظة حتى يتمكن من هذا. نحن لا نتمكن من ذلك إلا إذا اجتهدنا. أما الرؤية الثانية وهي بالواسطة، بواسطة المرقاب، فهناك عالمان اثنان أو راصدان اثنان، أحدهما جيم ستيم تمكن من أن يرى الهلال بعد مرور 12 ساعة و6 دقائق، وكان المرقاب قطره 20 سنتيمتر. إذن نقص العدد. لماذا نقص العدد؟ لأن المرقاب يكبر وهذا يسهل الرؤية. جاء بعده راصد فلكي إيراني الذي يدعى محسن مير سعيد من كرمان، تمكن في 7/9/2002 من أن ينقص هذا العدد إلى 11 ساعة و42 دقيقة. هذا يدل على أن هناك كذا رؤية مختلفة من عالم إلى آخر.
ولكن لو سألتني كم مكث الهلال في تلك الليلة، مكث 33 دقيقة بعد المغيب الشمس. يعني لابد من أن يمر وقت معين على ماذا؟ على مغيب الشمس حتى نتمكن من تلك الرؤية. حديثا يقال بأن هناك عالما اسمه دانجون، أندري دانجون، استطاع أن يتمكن من رؤية الهلال بعد مرور 11 دقيقة، ولم تثبت هذه الرؤية، ولم تثبت هذه الرؤية. هذا الكلام يصح في غير هذا الموضوع. يعني مثلا الشارع المقدس قال أحل الله البيع، ولم يذكر الشارع المقدس حقيقة البيع بكل تفاصيله. نعم جعل قيودا، جعل شرائط في ذلك، وجعل البيع حقيقة مرجعه إلى العرف. وعندما نريد أن نعرف البيع أو نتعاطى في مصداق من مصادق البيع، هل هذا بيع أو لا، لا نرجع إلى الشارع المقدس، نرجع إلى العرف فنسأل هذا بيع عندكم؟ إذا قالوا نعم نلتزم بالحكم الكلي عند الشارع أحل الله البيع، ولا نخرج عن هذه القاعدة الكلية في تحديد مصادقها عن العرف إلا بدليل. يعني لو قال الشارع المقدس مثلا أن هذا الشيء مثلا بيع الخمر ليس بيعا عندي، هذا استثناء، لأن بيع الخمر هو بيع عند العرف، وبيع الخنزير هو بيع عند العرف كسائر البيوعات الأخرى. تدخل الشارع في وضع قيود على موضوع العرف، في وضع قيود على أحكامه، ليس أكثر من ذلك، وإنما ترك أمر البيع في تحديده إلى الفهم العرفي عمليا. في ثبوت الهلال وفي الهلال لم يجعل الشارع طريقا آخر لم يحدده لنا. لو الشارع قال من ثبت عنده الهلال فعليه أن يصوم، ولم يذكر الرؤية ولا شهادة العدلين ولا عد 30 يوما، قال من ثبت عنده الهلال فليصوم، حينها نرجع إلى العرف، ما هي طرق إثبات الهلال؟ قد يجد العرف طريقا لإثبات الهلال حينها مغايرة للفلك، وقد يجد العرف طرقا لإثبات الهلال موافقة للفلك، وقد يجد طرقا لإثبات الهلال موافقة لشيء آخر ولعلم آخر مثلا. حين نقول كل هذه الطرق، بما أن الشارع لم يحدد الطريق علينا أن نلتزم فيها، فنقول كل من ثبت عنده الهلال بأي طريقة من الطرق عليه أن يفطر أو يصوم على حسب ما ثبت عنده. الشارع لم يدع هذا الموضوع مبهما، بل حدد له طرق وحدد له خصوصيات. فمثلا من مسائل الشارع المقدس، حرم الله الربا عمليا، الربا مسألة عرفية، في مورد من الموارد لا يريد التحريم، قال الشارع لا ربا بين الوالد وولده، مع العلم أنه هو ربا بحسب المفهوم العرفي، لو الولد أقرض أباه مبلغا من المال لا يجوز أن يأخذ عليه زائدا عمليا لأنه ربا، وحرم الله الربا عمليا. ولكن نفس الشارع لأن العرف يرى هذا ربا كسائر الأنواع الربا، هذه الخصوصية قال لا ربا بين الوالد وولده، نفاها. فكثير من القضايا التي هي مرجع تحديد موضوعاتها إلى العرف، تدخل الشارع في خصوصياتها، في قيودها، في شرائطها، وترك سائر الأمور إلى العرف. في موضوع إثبات الهلال لم يكن الأمر كذلك، جعل طرقا مخصوصة، وبالتالي علينا أن نلتزم بتلك الطرق المخصوصة. ييسر بالنسبة لمن يريدون التيسير، ولكن للذين لا يريدون التيسير ولا يريدون إلا التقيد فعليهم أن أحد أتحفظ على هذا كثيرا، لأن رأي المراجع يختلف من مكانه. ثمة رأي يقول بوحدة الأفق، ثمة رأي يقول بتعدد الأفاق، ثمة رأي يقول إذا رؤية الهلال في بلد ما فكأنه رؤية في كل سائر أنحاء المعمورة، ثمة من يقول بتعدد الأفاق، رؤية عندنا في لبنان ليس بالضرورة أن يكون قد رؤية في العراق، ولكن من الثابت علميا، وهذا رأي أنا أستأنس به كثيرا، إن ثبت في مكان ما فليثبت في سائر المناطق الموجودة غرب هذا المكان. إذا ثبت بالرؤية
الرؤية الشرعية الثابتة، وهذا شيء جيد جدا. لنفترض أن رؤية في إيران في هذه الساعة، فعلى العراق وعلى لبنان وعلى سائر البلدان الإسلامية التي تقع غرب إيران أن تعتمد هذا المقياس، لأنه مقياس عقلي وشرعي وديني وعلمي لا يتناقض مع العلم أبدا. يعد الالتزام بهذه النصوص وبظاهر هذه النصوص هو امتثال لأمر الله، والخروج عنها هو تحد لله سبحانه وتعالى، تحد لأنبياء الله عمليا، لأن التعبد هو الامتثال، التعبد هو الطاعة، التعبد هو الإطاعة. إما أن نكون أصحاب دين فعلينا أن نتبع الدليل بحسب قيام الحجة، فلو قامت الحجة على أن الشارع نصب طرقا مخصوصة فالتعدي عنها هو تحدي للشارع المقدس، تحدي للمشرع عمليا. لو لم ينصب الشارع طرقا مخصوصة فكانت سائر الطرق متاحة للإنسان عمليا. ليس التيسير لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلو كان هوى الإنسان أن يصوم شهر رمضان شخص، وأن يصوم شهر شعبان شخص آخر، وأن يصوم شخص كذا، فلماذا يعني ينبغي أن تقول لماذا حدد الصيام في شهر رمضان وليس في شهر آخر؟ هذا هوى النفس، وهذا ليس بتعبد، هذا خروج عن التعبد. كلامنا إما تعبد شرعي، فالتعبد الشرعي خاضع لقيام الدليل نصا أو ظاهرا، أو لسنا أصحاب تعبد شرعي فالمسألة موضوعا آخر، والكلام صار بجنبة أخرى. حينها نقول نحن أصحاب تجربة، والشهر الفلاني يصلح للصوم والشهر الفلاني لا يصلح للصوم، ويمكن أن يجتهد بعضنا أن الصوم ينبغي أن يكون 10 أيام وبعضنا 40 يوم، وبالتالي خرجنا عن الشارع. طارة تسألني ما الذي شرعه الشارع في هذه في هذا الخصوص؟ هنا الاجتهادات والطرق العلمية في الفقه هي المعول عليه. وطارة تسألني لماذا لم يشرع الشارع هذا الأمر؟ لماذا لم يشرع؟ لأننا لسنا العالمين بمصالح ومفاسد الأمور بكل تفاصيلها حتى نكون نحن المشرعين. إذا وضعنا أنفسنا مكان الشارع المقدس في التشريعات تنطبق علينا الآية المباركة: لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. نعوذ بالله من الاستحسان والقياس وهوى النفس. نحن مع العلم إذا أمكن أن يتوصل العلم أن يقصر تلك المدة التي تحدثت عنها، وثبتت تلك الرؤية بالدليل الشرعي بالشاهدين العدلين، فنحن مع العلم ومع تطور العلم، ونقول بهذا حتى بالمرقاب، لأن المرقاب لن يغير كثيرا من رؤية الهلال، لأنه لا يقوم على الظن، إن هو إلا عين بشرية مكبرة ومقربة أكثر تساعد أكثر فأكثر، وهذا يعتمد في إيران معتمدي، في غير بلدان إسلامية معتمدي. ولكن للأسف الشديد نحن نصدم بالرأي الشرعي. الرأي الشرعي عند كل علماء المسلمين قاطبة سنة وشيعة إجمالا لا يعتمدون إلا الرؤية البصرية. ومن هنا كان اجتماع علماء الجزائر، علماء الفلك، اجتمع علماء الجزائر سنة 2002 واتخذوا قرارا على أنه لا يمكن أن يرى هلال شهر رمضان أو شهر العيد يعني شوال أو أي شهر أقل من 23 دقيقة، يعني يرجى عدم البحث في هذه الناحية. توصلوا إلى نتيجة أقل من 23 دقيقة أن يكون عمر الهلال بعد الولادة لا يمكن أن ترى، لا يمكن أن يرى هذا الهلال. وعندهم طبعا الرؤية متمسكين فيها جميعا. هلا يختلف الوضع من مذهب إلى مذهب، شاهدان عدلان أو غير عدلين أو امرأتان ورجل أو امرأة أحيانا عند بعض المذاهب، هذا شيء آخر يتعلق بكل مذهب. نحن مذهب يقول بشهادة العدلين، وإن لم يكن هناك عدلان فلكن هي طريقة الشيع أو طريقة الشيوع المعتمدة. نحن مع العلم ومع تطور العلم، ولكن تحكمنا الرؤية،
فإذا تجاوزنا الرؤية البصرية إلى الرؤية العقلية واعتمدنا الرؤية العقلية التي تقول بولادة الهلال بداية للشهر العربي، ساعتها إذن يكون الأمر غير الوجه الذي نحتوج إليه. لا شك ولا ريب أن الرؤية بحسب المتفاهم العرفي لا نعتمد في ظهور الروايات والآيات على مجرد ذكر أهل اللغة، يستأنس بذكر أهل اللغة، ولكن المدار في الظهور هو الفهم العرفي العام. عندما يقول الإنسان رأيت رأيت رأى لم يرى رأى لم يرى، كلمة رأى في حسب متفاهم العرف هو الرؤية بالعين. قلنا أما الرؤية في العقل عمليا، ولو تعدينا إلى الرؤية بالعين إلى الرؤية المسلحة قد تسمى رؤية لأنها أيضا في العين هي، ولكن بواسطة ليس أكثر من ذلك. أما الرؤية في العقل فهذه ليست رؤية، والكلام أنها رؤية رأيت في عقلي هذا تعبير مجازي إلى أن التحليل العقلي وصل إلى مستوى كالرؤية فتقول رأيت. العقل يدرك ملازمات، يعني تعطي قضية اثنين ثلاثة للعقل يجمع بينهم تطلع بملازمة جديدة، هذه قضية جديدة، فتكون هذه القضية الثالثة أو الرابعة التي استنبطها من مجموع ملازمات هذه قضية تحليلية، فلا تكون رؤية إلا للتعبير عن أن هذه القضية وصلت إلى مستوى عال كالرؤية فتقول رأيت في عقلي. إذن هي ليست رؤية حقيقية، هي رؤية تحليل يعبر عنها بالرؤية إذا وصلت إلى مرتبة من القطع تكون كالرؤية فعبرت عنها بالرؤية، وهي قطعا عند العرف لا يمكن أن يتبادر عند الذهن بلا قرينة أنك رأيت تقول رأيت أسدا، لا يتبادر عند متفاهم العرف أنك تخيلت صورة الأسد لأنك شاهدت مثلا هر فكبرت هذا الحجم وهي من صنف الأسد، وعندما كبر هذا الحجم صار في عقلك أسد، صار في ذهنك أسد، صار في خيالك أسد، وتقول رأيت أسدا ويفهم العرف أن هذه رؤية، مستحيل. إذن الرؤية التحليلية في العقل هو تعبير عن مستوى من القطع واليقين قائم على تحليل عبرت عنه بالرؤية ليس أكثر من ذلك. فقطعا هي ليست برؤية وليست مصداق للحديث الشريف صم للرؤية وافطر للرؤية، هذا المقدار واضح بلا إشكال. ثانية. نعم هناك خلاف بين العلماء، منهم من يقول بوحدة الأفق، منهم من يقول بتعدد الأفق، وثمة علماء يقولون بولادة الهلال، ولكن يغطون على هذه أو هذه الولادة يربطونها باحتمال أن يرى في مكان ما تبعا لاعتقادهم بوحدة بتعدد الآفاق أو بوحدة الأفق، إذا رؤية في مكان ما يرى في مكان آخر من باب أولى، هذا فيما يتعلق بالغرب. منهم من يعتمد الولادة ومنهم من لا يعتمد أصلا إلا الولادة بدون الرؤية. نعم، بعد أن ثبت أنه لابد من الرؤية أو إذا تعذرت الرؤية عاد 30 يوما، هنا هذه المساحة يمكن الحديث بها، أن الرؤية المجردة في العين، وقد تنقض علي أنك قلت أن هذا تكليف لسائر الناس فينبغي أن تكون الرؤية المجردة وعامة الناس أن ترى الهلال، هذا كلام فيه وجه، أو تقول الرؤية المسلحة خاصة في موارد إذا غم علينا مثلا الطقس أو الغيم أو ما شكل ذلك، وكان الرؤية المجردة إلى حد ما صعبة، فهل تكفي الرؤية المسلحة؟ هذا المقدار إذا عد عرفا أن هذه الرؤية المسلحة الذي تعبر عنها، إذا عد عرفا أن هذه رؤية حقيقية وتلك رؤية حقيقية، هذا المقدار يمكن للمجتهد في المجال الفقهي أن يقول الرؤية عرفا لا تفرق بين هذه وهذه، إذا لا تفرق بين هذه وهذه لازمنا ضمن ظاهر الدليل من رأى الهلال، ولم يحدد الرؤية في العين. وبعضهم قد يقول
من رأى الهلال تنصرف إلى خصوص رؤية العين المجردة، وبالتالي إذا ثبت عنده الانصراف فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن هو الرؤية في العين المجردة. ومن وجد في الدليل عدم الانصراف إلى خصوص هذه، وأن العرف يرى الرؤية واحدة بين الناظور المنظار وبين الرؤية المجردة وكليهما ينطبق عليها عرفا بحسب اللفظ رؤية، من رأى الهلال فليصوم ومن رأى الهلال فليفطر مثلا، صم للرؤية وافطر للرؤية، تنطبق على الاثنين، فيمكن القول بصحة هذه. ومن الناحية العملية الكلام أن ظهور الرؤية تنطبق على العنوانين بنفس المصداق أو لا، بعضهم قد يحتاط ويلتزم بالقدر المتيقن، وبعضهم قد يقول أن الإطلاق والفهم العرفي يشمل الدليلين وبالتالي يصح الالتزام بذلك. هنا لابد أن نرجع إلى أن يرجع المكلف إلى المجتهد الذي يقلده في هذه المسألة، لأن صارت من المسائل الاجتهادية في فهم ظاهر الدليل وتطبيقه على المورد. فهذه قد لا يكون منها مانع عمليا بحسب نظر الفقيه لهذه الخصوصية وهذه المساحة الذي يدخل فيها الاجتهاد. لو سألتني عن المنازل، مجموع منازل القمر التي يمر بها عمرها 640 دقيقة من أول الشهر إلى وسطه، وهناك 618 دقيقة من وسط الشهر، وسط الشهر القمري إلى آخره، فيكون لدينا تفاوت تقريبا شيء 30 دقيقة بين أول الشهر، بين النصف الأول والنصف الآخر. السبب في ذلك تخضع لدورة القمر، لأن دورة القمر لو كانت كروية لما وقعنا في هذا التفاوت، ولكن لأن دورة القمر إهليلجية، لا بل ليست إهليلجية، هي برتقالية، لذلك اختلفت هذه المنازل من نصف إلى نصف آخر. وكما قلت لك في الليلة الأولى، لنفترض أن عمر الشهر 38 دقيقة، بنقول نحن عمر 38 أو استقام 38، انتظر لليلة الثانية، هذا فيما يتعلق بشهر نيسان، يعني نحن بأشهر الربيع، لو راقبت أو لو لاحظت أو لو راصدت الشهر في فصل آخر أو شهر آخر، ليس من الضروري أن تكون نفس الإحصاءات. في الليلة الثانية تأخر الشهر 71 دقيقة، زد عليها 38 دقيقة ما شاء الله. الليلة الثالثة 71 دقيقة، ابتداء من الليلة الرابعة حتى النصف بدأت تقل، صار يتأخر 70 دقيقة، 66 دقيقة، 54، 50، 36، بالليل الثامنة 34، 26، 24، 24، 24، استمرت بنفس الوقت، أخيرا 26 قبل أن يكتمل بدرا. لاحظت التفاوت بالمنازل، ولذلك والقمر قدرناه منازل حتى عاد كعرشيد القديم. النصف الثاني 40 دقيقة، 60 دقيقة، 58، 55، 55، 55، 45، 35، 30، 28، 27، قبل ما ينتهي القمر صار يتأخر أكثر 40 دقيقة، 50 دقيقة. فإذا المنازل للقمر شيء ثابت، ولكن ليست ثابتة بالنسبة لكل رائن أو لكل راصد، فهي تختلف من مكان إلى مكان. لا شك ولا ريب أن الاستدلال على الأحكام الشرعية في مجرد الآية بحد ذاتها دون الرجوع إلى الروايات يكون استدلالا بحسب القوانين المعروفة في علم الأصول والفقه استدلالا ناقصا. هذه الآية من شهد منكم الشهر فليصمه، في أصل الآية كلام أنها تدل على الرؤية، أو المقصود منها من شهد منكم الشهر، يعني من كان، لأن بمفهوم الآية من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تكون هو الحضور في الوطن مقابل غيره، فهي الحضور في الوطن إذن خارج عن الاستدلال عن المورد الذي تتحدث عنه، وإن لم تكن خارج عن المورد فهي عامة جدا، فلا شك ولا ريب ينبغي الرجوع إلى الأدلة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة الأطهار في تحديد هذا المورد، فلا مجال للتمسك بظاهرها الكبير
في إثبات كل التفاصيل والأحكام مع أنها قد لا تكون في المورد أصلا. وبالتالي هذه لوحدها لو دلت غير كافية الدلالة. نعم تكون هي أصل، يعني تكون هي العموم، فنحتاج إلى تفاصيل هذا العام وما هو حدود هذا العام وما هو مقدار هذا العام، وهل يوجد فيه انصراف لهذا العام أو لا يوجد فيه انصراف. فالدليل قطعا هنا كبير جدا وواسع جدا، تدخل فيه كثير من الروايات والانصرافات وما شاكل ذلك إن كانت دالة. وفي الختام، كان لكل من ضيفينا الكريمين موقف من الموضوع. يعني أتحفظ على هذا السؤال وأترك جوابه لرجال الدين ولرجال الفقه، فهم يحكمون على ذلك وهم يبدون برأيهم، لأني لست عالما ولست فقيها ولست مجتهدا، فأنا أعطي بناحقي. ولكن لو سألتني عن رأيي الشخصي، أنا من الذين يتقيدون تقيدا حرفيا بالنص الشرعي، يعني قال النبي صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. أتحفظ على سؤالك وأجيب بهذا، فأنا ابن الرؤية وابن بجدة الرؤية، ولا أعتمد إلا الرؤية البصرية، لأن لو كان ثمة من رؤية أخرى غير البصرية لا أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى حث على العلم، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. العلم بكل تفاصيله أمر ضروري وحاجة ملحة، والشارع المقدس حث على طلب العلم بكل ما ينفع الإنسان، سواء من علم الطب أو علم الزراعة أو علم الفلك أو أي علم من العلوم، أو علم اللغة، من تعلم لغة قوم أمن شرهم. هذه العلوم حاجة اجتماعية ضرورية للإنسان. لا يعني لو تعلمت أنا علم الجغرافيا أن أجعله موضوعا للأحكام الشرعية، ومن تعلم علم التاريخ يجعل التاريخ موضوعا للأحكام الشرعية، ومن تعلم الفلك يجعل علمه موضوعا للأحكام الشرعية. تلك العلوم لها منافعها الاجتماعية، ولها منافعها الفكرية، ولها منافعها السياسية في بعض الأحيان في اختصار كثير من القضايا للعلم الاجتماع، ولها منافعها الكثيرة. ولكن لا يمكن لهذا العلم كما هو في موضوعاتي أن أجعله موضوعا للأحكام الشرعية، وإلا لتداخلت العلوم تداخلا لا يمكن معه أن يستقيم علم من العلوم. وبالتالي هذا يؤدي إلى خلط في الأشياء وإلى ضياع الأشياء، وإلا لو كان الأمر كذلك لا حاجة لنا إلى علم الفقه. كان ينبغي لكل صاحب علوم أن يشرع تشريعات تتناسب مع تلك العلوم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم، بعض الناس المتعلمين عندهم جهل في طرق إثبات الأحكام الشرعية وموضوعات الأحكام الشرعية، هم تعلموا علم غير هذا العلم، وبالتالي عندهم نقص في هذا الجانب. فالتأول بألسنتهم على الدين من الناحية الفقهية هو تأول بلا علم. فالعلم في مجاله نافع، فلا يكون علم الهندسة موضوعا لحكم شرعي بالهلال مثلا، لا دخل لذلك. نعم هو علم نافع وحسن وجميل في البناء، في الطرقات، في البنى التحتية، في مشاكل ذلك بحسب الهندسة. هندسة الزراعة أيضا هي علم نافع في مجالها، ولا دخل لعلم الفلك في هندسة الزراعة إلا في خصوصيات مشتركة في الشتاء، في المطر، في الهواء، في مشاكل ذلك لها ارتباط بين العلمين. إذا ما له ارتباط حقيقي نلتزم بحسب المجال الارتباط، وأما الخصوصيات التي لا لها ارتباط يكون من خلط العلوم في بعضها وتداخل العلوم في بعضه، وهذا هلاك للعلوم. نسأل الله أن يبصرنا في معرفة أحكامه وفي التفكر في آلائه، حتى نكون عباد مخلصون، عباد مطيعون، عباد سائرون على ما أراد الله سبحانه وتعالى، مطيعون لأمره، تاركون لنواهيه،
لا أن نكون ممن يشرع ويتكبر في تشريع الخالق، وإلا لأدى ذلك إلى فساد الأمة وفساد الفرد وفساد المجتمعات، نعوذ بالله من ذلك. ونسأله أن يثبتنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والخلاصة التي نخرج بها من هذا الموضوع هي التالية: لا تعارض بين علم الفلك والدين، الدين يشجع على العلم، الأهلة مواقيت للناس، الميقات دليل على موعد محدد يرتبط بمنزلة واحدة محددة للقمر هي الهلال. الطرق الشرعية التي نصبها الشارع المقدس في إثبات الهلال، خاصة الرؤية، هدفها التيسير على المكلف لتمكن عامة الناس منها، بينما الحسابات الفلكية مخصوصة بعدد محدد من الأشخاص. لا اعتبار في رؤية الهلال لحجمه أو ارتفاعه، والجداول الفلكية تثبت ذلك من خلال تفاوت مكوث الهلال بين ليلة وأخرى. نحن محكومون بالنص الشرعي: صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، ولا اجتهاد مقابل النص. عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.